إياك أن تظن أن الحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن أخيه، لا، هذا من أكبر الحسد وأعظمه. الحسد أن تكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيك، فكراهية النعمة على أخيك المسلم حسد له، فتصير حاسدا بكراهة النعمة على أخيك. وهل هناك مسلم يؤمن بالقضاء والقدر يكره نعمة من نعم الله على أخيه؟ هل هناك مسلم يحقق الأخوة الإسلامية الإيمانية يكره أن ينعم الله على أخيه؟ الملك لله والنعمة بيد الله والفضل لله ومن الله، يفعل ما يشاء ويؤتيه من يشاء. فيقول المرء: اللهم بارك له فيما آتيته وارزقني خيرا منه، ويسلم الأمر لله. فنطهر قلوبنا وندع هذه السفاسف والخزعبلات، ونتقي الله رب العالمين في أمتنا وفي بلدنا وفي ديننا وفي أنفسنا وفي أبنائنا وفي ذرياتنا وفي مواطنينا. لا نأخذ بما يثير الفتن والفوضى، وإنما نتقي الله رب العالمين ونستقيم على الجادة لكي يحسن الله إلينا.